الاخر هيفسحها. لا تعالي جرب اخبطك بالقطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو سبايدر مان نو واي هوم. زي ما انتم شايفين كده أنا مش موجود في الاستوديو بتاعي، وده لأني في زيارة للرياض لمدة 3 أيام كده، بنتفسح في موسم الرياض. بس احنا من البداية عارفين إن التريلر نازلة النهاردة، وما كانش ينفع نفوت فرصة إن احنا نعمل لها رياكشن، خصوصا وإن تقريبا مفيش أي حاجة تانية ممكن تتعمل اليومين دول على فيلم جامد، بعد ما فاتت علينا فرصة إن احنا نشوف ذا ايترنالز، لأننا مش عاملين زي عم ماهر كده طلع أمريكا عشان يتفرج على الفيلم. انا مش عارف ماهر لما بيجوع ونفسه بتيجي على البيتزا بيطلع ايطاليا ولا بيعمل ايه بالظبط. تو فار يا ماهر، تو فار. المهم بعتذر لو الصوت مش احسن حاجه في الدنيا، بعتذر لو الصوره مش احسن حاجه في الدنيا، بس انا عموما مبسوط ان انا بصور والاضاءه بتاعتي نور ربنا، حاجه ما بنلاقيهاش كتير. وبالنسبه للفيلم، فالتريلر الاولى او التيزر الاولى نزلت من شهرين، انا مش مصدق ان فات شهرين، واديناها نسبه ترقب 10 من 10 وفتحت ابواب كتير لتساؤلات كتير ونظريات كتير. نتمنى ان التريلر الثانيه تجاوب على شويه منها على الاقل. وكالعادة التريلر دي انا ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not to take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. جامده موت. امال انتوا ساكتين ليه؟ انا قلقت، لان التريلر طالع من الفجر وانا متخيل، انا صاحي الصبح بفتح تويتر وانا خايف جدا الاقي بقى حرق ونظريات وبلاوي وبتاع، فقلت من الواضح كده ان التريلر ايه، ما جابتش حاجه، ما بينتش حاجه، احبطت الناس، ضايقتهم، ما اعرفش مين، فمحدش اتكلم عنها خالص. بس في ايه؟ في ايه؟
ده احنا هنقعد نفصص فيها ساعة ونص، اتمنى ان ده ما يحصلش يعني، بس تعالوا نشوف. قبل ما نبتدي التفصيص حاجتين، اولا انا مش بتاع نظريات، انا مش متابع بقى الكوميكس والحاجات اللي عليها والبرامج والمسلسلات والحصار اللي مارفل عاملاه ده، احنا هنتكلم يعني على قد ما نعرف كده وفي حدود الفيلم. وطبعا بنرحب جدا بكل الايضاحات وبكل النظريات وبكل الشروحات اللي ممكن الناس تساهم بيها في الكومنتس. الحاجة التانية، بما اننا وصلنا للكومنتس نوصل لللايك، نوصل للسبسكرايب، يا ريت تدعموا الحلقات بتاعتنا باللايك، يا ريت تدعموا القناة بتاعتنا بالسبسكرايب. بس كده انتوا كنتوا فاكرينهم حاجتين كبار ولا ايه؟ يلا نفصص. فتح كلام كده مش عاجبني الفريم ده، معلش الشغل شغل، بس يبدو ان هو ليه علاقه بالنهايه بالالوان البيربل اللي طلعت في السما ديت. اتمنى نعرف نفك الشفرات ديت على قد ما نقدر. من الواضح ان هو هيلعب دور مهم في الفيلم، وده شيء كويس جدا، لانه اصلا من ضمن الفيلنز بتوع الثلاثيه الاولى الوحيد اللي في مرحله ما كان عنده شويه عقل. حلو ان احنا بنعدي بسرعه على اللي احنا عرفناه في التيزر الاولانيه، حلو ان احنا بنبدا بالتاكيد على ان اهم حاجه في حياه بيتر باركر دلوقتي هو الجانب العاطفي، فدكتور سترينج بيشيل بيتر مسؤوليه خراب التعويذه، وكويس برضو ان احنا عدينا بسرعه على نقطه ان التعويذه باظت والكلام ده. جالنا ضيوف بقى، ذا جوبلين ويلم دافو، على قد ما انا واخد بالي ما ظهرش في التريلر، هتضايق جدا لو ما ظهرش في الفيلم. انا فاهم ان ذا جوبلين ظهر بس وش ويلم دافو ما ظهرش، واه فعلا باين على اليمين هنا ان في حاجه زي وش كده، بس ده يطلع ايه ده؟ من كل يونيفرس دي على فكره فيها اقرار مباشر على ان اليونيفرسز الاخرى حصلت بسبايدر مان اللي فيها. احنا عارفين كويس ان في التريلر دي من بدري متاكدين ان السبايدر مان نفسهم توبي ماجواير واندرو جارفيلد مش هيظهروا في التريلر كمان، يعني سواء موجودين في الفيلم او مش موجودين، بس احنا بنقر بوجودهم. انا ما اعرفش مين ده. اهلا وسهلا بحضرتك كمان مره. اجابه مهمه على احد الاسئله بتاعه التريلر الاولى، هو لما قال هلو بيتر معنى كده ان هو بيكلم بيتر باركر بتاعه ولا لا؟ طلع لا، هو بيكلم اللي لابس البدله بتاعت سبايدر مان ظنا منه ان هو بيتر باركر اللي هو يعرفه، ويبدو انه ما فرقش معاه في حاجه انه مش هو اللي هو يعرفه. حلوه الكوميدي، سكر الفريد مولين. ايه ده بقى؟ مش شايف كويس كمان النور اللي جاي ده، انا مبسوط بالاضاءه بس متضايق لاني مش شايف الحاجات المظلمه كويس. ده مين ده؟ واحد من السبايدر مان بتوع العالم الاخر يعني؟ ده يا اما توبي ماجواير يا اما اندرو جارفيلد يا اما دخيل. واللي وراه ده شكله الكترو، دي دخلت اندرو جارفيلد وجيمي فوكس للعالم بتاعنا، وهو اندرو جارفيلد لبس بدله سودا. والله جدع، اه مش غلطه بيتر دي، غلطتك انت. هلا والله السعوديه بقى وكده، اهلا بيك. انت ليك دور في الماساه دي؟ هو كان مشعبط الواد بتاعته في كابل الكهرباء ولا ايه؟ ممكن تكون دي طريقه التغلب على الكترو. دي بقى الاضافه اللي التريلر دي بتقدمها على الحبكه، توضيح ان احنا كلنا عارفين ان كلهم ماتوا وهم بيحاربوا سبايدر مان، ده قدرهم. طب ليه في خلاف ما بين بيتر باركر وما بين دكتور سترينج على النقطه دي؟ بيتر باركر شايف انهم مش مفروض يموتوا؟ هل من خلال استدعائهم في اليونيفرس ده بيعقلوا ومع ذلك لازم يموتوا؟ فبكده دكتور سترينج بيبقى الشرير. وهنا نوصل للغز المكعب اللي انا شخصيا ما اعرفش ايه السر بتاعه، بس اه في عركه بتحصل عليه يعني. وكمان مره مش عاجبني الفريم ده، يبدو فعلا ان بيتر عاوز يمنع موت الشخصيات دي ودكتور سترينج شايف انه مستحيل. ماي انت ليكي دور في الماساه دي؟ طب ليه العجن؟ طيب انتوا مش هتبقوا اصحاب؟ اناقه انفاق وكونستراكشن سايتس بتفكرني شويه بذا ليزرد. جيمي بس الكترو ده مش شبه الكترو بتاع سلسله اندرو جارفيلد. في صوت ويلم ديفو بس ما اظنش اني شفته. وجهه نظر جميله، العالم بيحاول يجبر بيتر باركر على الاختيار ما بين كل الحاجات اللي هو عاوزها. اللي على اليمين ده مين؟ اللي على اليمين دوت سان مان ولا ليزرد؟ ليزرد، ليزرد ديل اهو. اه لا ليزرد واضح تماما خلاص، وسان مان بعد كده بيظهر. اتفاجئت بصراحه. استكمال لوجهه النظر، اقتناع بيتر باركر انه مش ممكن ينقذ الجميع، بس الثلاثه دول ما كانوش مع بعض. هل معنى كده ان الناس ديت لما جت في اليونيفرس بتاعنا بيقرروا يتحالفوا؟ انا مش شايف المشهد ده كويس، ده في حاجه زي شيلد او درع وبينهار. ده من عند ايه؟ ده من عند تمثال الحريه. دي بقى ان شاء الله استعاره من انهي يونيفرس بالضبط؟ من يونيفرس توبي ماجواير اللي كل مره كانت بتقع فيه كان بيلحقها، ولا من يونيفرس اندرو جارفيلد اللي وقعت فيه وما لحقهاش؟ امسك حضري. حلو قوي، حلو قوي التريلر دي. الموضوع ليه دعوه بتمثال الحريه، الموضوع ليه دعوه بالالوان اللي دخلت ساعه لما اليونيفرسز ساحت على بعضها، فيبدو ان ده المشهد اللي بيتم فيه التخلص او النهايه او اللي انا ما اعرفش هيطلع ايه بقى بالضبط. They're starting to come through، ده مشهد اللي دخلوا فيه. اه يتهيألي ده مشهد الوصول مش مشهد الرحيل. لا جامده، جامده قوي كمان، جامده قوي. ان احنا مش عارفين مين هيبقى خير مين هيبقى شر، مين هيغير وجهه نظره. ليه بيتر معترض على فكره ان الشخصيات ديت لازم يتم التخلص منها بشكل او باخر؟ حلوه حلوه، خطوه حلوه، كشفت شويه حاجات، طرحت اسئله جديده،
وما اعتقدش انها حرقت قوي. 17 ديسمبر موعد العرض، نسبة الترقب لسه 10 من 10، ويا رب المرة دي لما الشخصيات تيجي من اليونيفرسز بتاعتها ما تجيبش معاها صفة او اتنين محبشين كده يخلوا الفيلم يتمنع عندنا تاني. نهدى بقى، ها نهدى. المهم ده رأيي وانطباعاتي ونسبة ترقبي، الاهم منهم رأيكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم، يا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستغرام. وباي باي.